الزمالك هياخد البطولات كلها مرتاح، عنده عناصر جيده، عنده استقرار فني ما كانش معتاد، المدرب قاعد لفتره طويله وابتدى يحط، حتى لو هو ما كانش افضل المدربين ولكن بدا يبقى عنده قوام اساسي بيشتغل بيه وبيكسب بيه المباريات حتى المباريات الصعبه. ايه اللي حصل في الزمالك خلى الحال ينقلب من حال الى حال؟ ما انت شهر واحد ده فيلم خالص، وبعد شهر واحد ده فيلم تاني. انت مع جروس الزمالك فقد كام نقطه في الدور التاني؟ كتير جدا. يعني ما حدش يقول بس خالد جلال هو اللي سبب ضياع الدوري، لا برضو جروس اتعادل كتير وضيع نقط كتير جدا ونقط سهله. صحيح. ثبات التشكيل في الفرق الكبيره لما بتلعب 50 60، لما تحسب توتال الماتشات اللي بتلعبها في السنه 50 60 ماتش كمان، لا لازم يبقى عندك ال 30 لعيب المقيد، خصوصا ان انت المفروض ال 30 لعيب اللي كلهم انت جايبهم بملايين وهم كلهم لعيبه كبيره ولعيبه مميزه، ومنها الواعد ومنها المميز ومنها الدولي. صح. فانت لازم تستعمل على الاقل تتمشى لانك معاك اوضه واسعه.